والله هي زينه يعني حق عامه الشعب الكويتي هنا، عامه هي زينه. بعدين شيء ثاني يعني كان مطبق في الدول، اعتقد دول الخليج هنا عندنا بالامارات خاصه مطبق. والله الشرائح الجديده يعني هذه يعني اتوقع انها زينه يعني تنفع حق المواطن يعني حق الترشيد، وهذا اتوقع انه احسن. بس اتمنى من الكل يعني انه يحط باله على الكهرباء، وهذه ديرتكم يعني كثر ما واحد يوفر يساعد غيره يعني. وممكن تطبق على شرائح غير المواطن كاستثماري، انا مع الاستثماري لكن ضد تطبيقها على المواطن على طول الخط. اي بالنسبه لاسعار الكهرباء لازم تكون يعني متوسطه اسعارها يعني عشان الدخل المحدود، ها اللي عندهم دخل محدود واللي ياخذون مساعدات واللي هذه لازم يكون منصفين فيها يعني. الشريحه الجديده الزياده بشكل عام مالت الكهرباء، انا من وجهه نظري ان يجب انها تكون على الشركات واصحاب يعني الاشغال بشكل عام، يعني اللي عنده تجاره واللي كذا مبدئيا، وما تزيد نهائيا على السكن الخاص. لو معانا الشرايح عشان نشتري شريحتنا نركبها وتشتغل كهربتنا، وعرفنا كم القيمه اللي ندفعها شهريا حق الوزاره. اما تطلع علي 4000 دينار و5000 دينار منو يقدر يدفعها؟ اخذ قرض عشان اسددها؟ طبعا لا. فالشريحه انا مؤيد لها.